بسم يلا الله بسم الرحمن الله. الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله في هذه الأمسية الجميلة إن شاء الله مع الدكتور خالد بن سليمان الراجحي. سنتحدث إن شاء الله خلال 50 دقيقة عن الأساليب الإدارية والتسويقية لتطوير القطاع غير الربحي. أهلا وسهلا بالدكتور خالد، حياك الله. يا هلا والله، حياك الله دكتور، وشاكر لكم الدعوة الكريمة. وأهلا وسهلا بجميع المشاهدين سواء عن طريق الزوم أو عن طريق اليوتيوب، فأنتم سر سعادتنا هذه الليلة، ونتمنى لكم القبول والتوفيق. ونبدأ إن شاء الله على بركة الله مع الدكتور خالد. الدكتور، صراحة أنا جلست أقرأ في سيرتكم الذاتية، يعني وأقرأ في موقعكم، وأقرأ من يعني بعد تخرجكم من جامعة الملك فهد، فأصبحت أمام شخصية صراحة يعني ما شاء الله متكونة من عدة مكونات جميلة. إن قلت شخصية أكاديمية، ولا قلت شخصية تطوعية، ولا قلت شخصية اقتصادية وهو أحد رجال الأعمال، أو قلت شخصية رياضية يشارك في الماراثونات، ولا قلت اجتماعية ما شاء الله الديوانيات، عدد من الديوانيات موجود فيها، ولا شخصية مثقفة كل يوم ما شاء الله كل أسبوع تقول لي في تويتر انتهيت من قراءة كتاب، انتهيت من قراءة رواية، ومجموعة من الكتب اللي ألفتها والروايات. هذه الشخصية دكتور كيف تدير وقتها؟ يعني كيف تدير هذا الوقت مع بعض؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشيء أكرر شكري على الاستضافة الكريمة، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم وعلى الإخوة المشتركين معنا. أنا دائما أقول أهم عنصر للنجاح لأي شخص في أي مجال في أي قطاع هي إدارة الوقت. إذا استطعت أن تنمي هذه المهارة، ولازم تأكد أن مهارة إدارة الوقت هي مهارة يمكن تعلمها. يعني كثير من الناس يقول لك والله أنا لست متعودا على الالتزام بالوقت. هي مهارة يجب أن تطورها وتعتمد تطويرها حتى تستطيع أن تتقنها. كل ما كان عندك قدرة على إدارة وقتك، أكد لك أن 24 ساعة كثيرة جدا. يعني في كثير من الناس يقول 24 ساعة لا تكفي لأن أقوم بكل ما أريد أن أقوم به. أعتقد مع إدارة الوقت ستجد أن 24 ساعة كثيرة جدا، وتستطيع أن تقوم بها بشيء كثير جدا ومتنوع ومختلف بدون أي إشكال. هذا جوابي باختصار. طيب دكتور، أنا بسألك يعني جانب، يعني بحكم أني أنا موجود مثلا في الدمام ولا خريجين جامعة الملك فهد للجامعة، ما هو السر؟ حتى أنا شفت لكم يعني سنوي اجتماع، أنتم دفعتكم تجتمعون. صحيح. الحقيقة أنت أشرت للكتب، وفي طبعا رواية أنا ألفتها اسمها سر الجبل، ولو صار لك فرصة وأحد يطلع على الرواية سيجد أن الرواية بالمجمل تبحث عن أسرار ارتباط الطلاب في جامعة الملك فهد البترول المعادن، ومحاولة لتفكيك هذا السر. طبعا هي عناصر كثيرة جدا ربطتنا في جامعة الملك فهد البترول المعادن، يعني من أهمها الانضباط، الجدية في الجامعة، تنوع الأطياف الطلاب. الحقيقة الجامعة كانت متنوعة بشكل كبير جدا، حتى كان يعني يوجد طلاب من خارج المملكة العربية السعودية، خلفيات مختلفة وكلها تنصهر، وفجأة تجد نفسك مع مجموعة من الأشخاص اللي ما في بينك وبينهم أي مشتركات، في سكن واحد، تفطر وتتغدى وتتعشى مع نفس الأشخاص وتبات معهم، وفي يعني سكن حقيقة زي ما يقولون مبروك حال زي ما يقال. فتجد الحقيقة هي خلطة متنوعة جعلت الارتباط بيننا وبين الجامعة بهذا المستوى. دكتور، دراسك في علم التسويق، يعني ودنا نعرف إيش اللي كان داخل الفصل أو داخل القاعة ولما نزلت للميدان، هل هو فعلا متقارب، ولا تنزيل هذا العلم في الميدان فعلا شيء آخر؟ أولا أنا بدأ ارتباطي في التسويق من جامعة الملك فهد البترول المعادن. كنا في ذاك الوقت
ما هو تخصص بالمعنى التقليدي، لكن كان يسمونه تركيز أو concentration. فكان كل طالب مطلوب منه يدرس 5 مواد من تخصص معين حتى يكون عنده هذا التركيز. ففي البداية طبعاً كنا ندرس كل المواد، وبعدين اكتشفت في ميول الحقيقة يعني لعلم التسويق. وبعد الحقيقة ما تركزت في التسويق، وجدت أنه الحقيقة في تطابق بين شخصيتي يمكن ورغبتي والتسويق كعلم. الآن لما خرجت للواقع يعني زي أي علم الحقيقة، يعني لا يمكن أن تخرج من الصف وتذهب إلى السوق وتطبق في أي علم، في أي علم يعني حتى الطب، الهندسة، علم الاجتماع، أي علم لا يمكن أن تطبقه مباشرة في السوق. هناك مهارات يجب على الشخص أن يتعلمها. فبالتالي عندما تدخل إلى السوق في البداية ستفاجأ بلا شك، لأنه النظريات دائما تبنى على المثالية. عندما تخرج إلى السوق لا تجد هذه المثالية، لأن السوق الحقيقة متشابك ومتكون من يعني مشارب مختلفة. فبالتالي تحتاج إلى مهارات معينة تربط بين ما درسته في الجامعة وبين ما هو الواقع. إذا استطعت تربط هذا الربط وتكون هذه المهارات، سيكون ممكن جداً أن تطبق ما تعلمته في السوق. دكتور، وجودك في جامعة اليمامة، وأنا أتصفح موقعكم وشفت في بعض الأبحاث مرتبطة في العمل الخيري، فوجدت مثلاً بحث موجود اسم معوقات دخل الجمعيات الخيرية، وبحث آخر كيف تعمل الجمعيات الخيرية على استدامة الدخل. يعني هذه الجامعات الربحية يعني اللي تخرج لسوق العمل، كيف يعني دخلت هذه التخصصات ان الطلاب يبحثون في هذه التخصصات؟ طبعا هذه ابحاث هي ابحاث تخرج للطلاب، ودوري انا مشرف على هذه الابحاث. طبعا عندما يبدا الطلاب التجهيز لبحث التخرج يعني يكون لهم مشرف، والمشرف والطلاب يبحثون عن ما هي او ما هو الموضوع المناسب لان يبحثوا فيه للتخرج. أنا الحقيقة لي ميول في هذا بالعمل التطوعي أو العمل غير الربحي، فأحياناً أقترح وأجد الحقيقة الطلاب راغبين في البحث في هذا المجال، وأيضاً نبحثها من ناحية تسويقية، يعني نحاول الحقيقة ندخل جانب التسويق أو ما تعلموه في التسويق من ناحية دراسة معوقات العمل غير الربحي. فهو الحقيقة يعني محاولة لي يعني أن يكون لنا دور أكاديمي في دراسة ونقاش هذا المجال الكبير اللي هو عمل غير الربحي. دكتور، طيب الآن هل ترى أن الجامعات تؤسس أقسام تسويق خيري أو تسويق غير ربحي؟ يعني من هذا المدخل اللي أنت يعني ألمحت له، هل الجامعات أدت دورها يعني لخدمة هذا القطاع غير الربحي في جانب التسويق؟ شوف، أنا أعتقد حسب علمي واطلاعي لا يوجد تخصص إدارة مثلا الجهات الخيرية أو المؤسسات الخيرية أو غير الربحية. ما أعتقد الحقيقة في تخصص في المملكة يعني تخصص كامل بهذا التركيز. أعتقد أنه هو تخصص مهم جداً، ويمكن لو رجعنا إلى رؤية 2030 في تركيز مهم على القطاع الثالث وهو القطاع غير الربحي. فبالتالي أعتقد مواكبة للرؤية واحتياج السوق، أعتقد مهم جداً أن الجامعات تعيد النظر في مسألة أن يكون لديها تخصص مستقل لهذا العلم. العلم هذا متطور جدا ويدرس في جامعات كثيرة جدا في العالم، وعليه إقبال وله فرص وظيفية كبيرة جدا، لكن حقيقة إلا الآن لم تكتمل الحلقة. ولما أقول لما تكتمل الحلقة أقصد أمر آخر مهم في هذا الجانب. الجانب المهم أيضا، أو خلينا عشان نكمل المعادلة، الجامعات تؤسس لهذا العلم، ونحتاج في السوق إن صح التعبير أو سوق عمل الخيري أننا نخلق تسلسل وظيفي ما يسمى
الكارير باث أو التطور الوظيفي لمن يعمل بهذا القطاع حتى يكون في منطقية بين من يتخرج ويبحث عن وظيفة بهذا القطاع أنه يستطيع أن يتطور في هذا القطاع. الإشكال اللي قاعد يحصل الحين في كثير من الشباب يكون يعمل مثلا في شركة ربحية ويقرر أن ينتقل ليعمل بقطاع غير ربحي. إذا انتقل للقطاع الغير ربحي سيفقد تسلسل الوظيفي أو تطور الوظيفي. يعني لا يوجد سلم واضح للوظائف في القطاع غير الربحي. فبالتالي إذا خرجت من السلم اللي أنت كنت راح تمشي فيه في الجهات الربحية ستفقد الفرصة. فأعتقد في دورين هنا، دور وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يجب أن تخلق ستراكتشر وظيفي أو هيكلة وظيفية لهذا القطاع حتى يكون مغري للجامعات أن تتخصص أن تعمل تخصصات به، وحتى أن يكون مغري للشباب يعني يتخصصون بهذا المجال. دكتور، في بعض المسميات وأنت قريب كما أشرت للعمل الخيري والتطوعي أو غير الربحي تواجه تداخل، ففي تداخل ما بين التسويق، جمع التبرعات، العلاقات العامة، الشراكات. هل تفكك لنا يا دكتور هذه التداخل نقدر نفككه ولا هو شيء واحد وطبيعي؟ طيب هو تفككه لا تستطيع أن تفككه إطلاقا، لأن كل ما ذكرت هو تحت مظلة واحدة هي التسويق. التسويق يعني ما أبغى أدخل في مسألة اللبس اللي حاصل في معنى التسويق وما يشمله التسويق والخلط بينه وبين الإعلان والخلط بينه وبين البيع. التسويق هي المظلة الرئيسية لكل ما ذكرت وأكثر. نحتاج الحقيقة أن نحرر هذا العلم حتى نستطيع تطبيقه بشكل صحيح. إحنا لدينا إشكال كبير جدا في هذا العلم، في تطبيقاته، في مفهوم علم التسويق. التسويق كما ذكرت يشمل كل هذا، فنحتاج أننا إحنا نسوي له تعديل. يعني التسويق في القطاع الربحي تقريبا يعني واضح المعالم إلى حد كبير، على الأقل في الشركات الكبيرة واضح المعالم. نحتاج أننا نعدل فيه بحيث أن نجعله مناسب للقطاع غير الربحي. في كثير من الناس على فكرة يتحسس من كلمة التسويق في مثلا الجمعيات الخيرية، يقول لك يعني ما في شيء اسمه تسويق الجمعيات الخيرية، أنت تطلب الله سبحانه وتعالى وتبحث عن أنك تسوي خير فبالتالي تبرع وانتهت القضية. الحقيقة الأمر ليس بهذه السهولة. نحتاج فعلا أن نحرر علم التسويق ونعدل فيه حتى يتناسب مع القطاع الربحي الغير ربحي، وبالتالي نستطيع أن نطبقه بشكله الصحيح. يعطيك العافية دكتور. بالنسبة للتسويق الآن على هذه السعة، فيه الاحتياج في القطاع غير الربحي يدخل من ضمن التسويق ولا هو شيء تحديد الاحتياج؟ يعني الجمعيات اللي ستؤسس جمعيات او ستؤسس مشاريع بناء احيانا في القطاع غير الربحي يقولون بناء على الاحتياج، هل هذا هو اللي فعلا يقوم في التسويق في القطاع غير الربحي او في شيء يقوم على الرغبه؟ والفرق بينهم يا دكتور بين هذول المصطلحين احتياج والرغبه، عشان يعني اول شيء تحتاج ان تحدد. يعني أول لما نبني نؤسس مؤسسة غير ربحية أو جمعية غير ربحية لابد أن يكون لها رؤية واضحة. تمام، خلينا نأسس الموضوع من أساسه. لابد أن يكون لها رؤية واضحة، ومن الرؤية يكون لها فئة مستهدفة. الآن أنا كجهة خيرية سأتخصص في الشباب أو سأتخصص مثلا في الأيتام أو سأتخصص مثلا في الزواج أو يعني الاهتمام بجانب الزواج أو أي أمر كان أو الإسكان. حددنا هذا الجانب، كل ما شئنا بعد ذلك يمكن أن يكون بناء على تحديد هذه الرؤية وهذا الأساس. بعد ما يكون عندنا وضوح في الفئة المستهدفة نستطيع أن نبني كل شيء. نستطيع أن نبني
أهداف هذه المؤسسة، استراتيجيتها، استراتيجية تسويقية، طريقة الوصول للفئة المستهدفة. ولا تنسى إحنا عندنا فئتين مستهدفة، عندنا فئة مستهدفة اللي هي تحتاج خدماتنا، وعندنا فئة مستهدفة اللي إحنا نحتاج أن نصل لهم للحصول منهم على دعم. فعندنا جانبين وكلاهما تحت إطار التسويق. أنا لما أحدد الجهة المستهدفة اللي يبغى الخدمة، أدرس احتياجاته، أدرس كيف الوصول له بشكل مناسب، أدرس ما هي الطريقة المناسبة لقياس أدائي ورضاه عن ما أقدمه له من خدمة، ثم أتجه من الجهة الأخرى نفس الشيء، أحتاج أعرف المتبرع كيف أقنعه، كيف أتواصل معه، كيف ما هو المؤثر والمحفز له لأن يكون جزء من الداعمين لهذه الجهة. فعندي الحقيقة جهتين وكلاهما تحتاج إلى تسويق. دكتور، يعني بعض الجهات أو بعض العاملين في العمل الخيري ينشئ المشروع بناء على الطرف الآخر اللي هو بناء على الممول أو المتبرع ابتداء، يعني مثل هذه الممارسة دكتور، يعني ما هو توجيهك؟ هو إذا كان الممول أو المتبرع لديه خطة واضحة وبنى هذا المشروع أو هذه الفكرة أو هذا الدعم على دراسة واضحة، يكون دوري في هالحالة أني أنا أحصل على هذه الدراسة، أعيد يعني اطلاع عليها والتأكد أنها مناسبة وأطبق. لكن إذا كان فقط زي ما ذكرت، قال والله أنا أبغى هذا المشروع يكون لدعم الإسكان للمحتاجين، هذا لا يكفي على الإطلاق. هذا صورة عامة أو هدف رئيسي، حدد هو الهدف الرئيسي للمشروع. لكن يجب على القائم على العمل، وهنا يجي دور مهم جدا للمحترفين في إدارة هذه الجهات، لأنه الحقيقة هذا من العناصر اللي ذكرته الحقيقة في عدة مناسبات سابقة، أنه الحقيقة نفس الكلام اللي قلناه قبل شوي، أنه عدم وجود تخصص وعدم وجود بيئة محفزة أنه الأشخاص يخرجون من القطاع الخاص، جعل الحقيقة الحصول على كوادر في هذا القطاع يعني من التحديات الكبيرة جدا. فبالتالي لما أنا أعرف الهدف الرئيسي لهذا المشروع، أحتاج أنه أنا أسوي له استراتيجية عامة وأحدد الطريقة الصحيحة للوصول للمحتاجين، وأقدم الخدمة بأفضل نوعية وبأقل تكلفة. لأنه هنا التحدي، لأنه الحقيقة أنت أحيانا، وهذا جانب مهم جدا في العمل غير الربحي، العمل غير الربحي كثير من الناس يقولك والله هو عمل خير، رجال كسب الأجر وحط الفلوس وأنا وصلتها للمحتاجين انتهت القضية. لا، ما انتهت القضية. أنت يجب أن تكون، إذا كنت إنسان محترف، أن هذا المبلغ تعظم المنفعة فيه، بأنك أنت تأخذ المليون ريال وتوصلها للمحتاجين بأقل تكلفة وبأفضل منفعة. هنا التحدي، وهنا يبان الفرق بين الاحتراف في العمل غير الربحي وبين الاجتهاد. أنا دائما أحب أسمي اجتهاد واحتراف. الاجتهاد ما هو منبوذ، ما هو سيء، لكنه يبنى عادة على الرغبات وعلى العواطف ولا يبنى على العلوم الصحيحة. لكن احنا نفضل أن يكون لدينا احتراف وليس اجتهاد. دكتور، يعني بناء العبارات هذه الجميلة، وش تتوقع يعني أنت دور العمل الخيري اليوم؟ وش المطلوب منه في جانب التسويق؟ يعني في هذا إيش الدور اللي تشوفه أنت كشخص مختص وممارس بنفس الوقت؟ يعني ما هي الأشياء اللي تشوفها أنها تنقص عملية التسويق في العمل الخيري؟ الاحتراف. يعني خلينا نبدأ بالمنظومة ككل وليس التسويق فقط. أنا أتكلم على المنظومة الإدارية يشملها التسويق. الاحتراف، يعني يجب أن يكون، يعني كلنا، ترى أنا لما أقول يجب على، أنا ما أقصد الجمعية ذاتها، أقصد الوزارة المختصة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، زي ما ذكرنا قبل، الجامعات، حتى على رجال الأعمال، حتى على الداعمين. يعني الداعم كثير منهم، يعني في عمله الخاص يقوم بعمل محترف ويحضر أفضل الكوادر، وعندما يذهب للعمل الغير الربحي
يعني يجتهد بأي شخص وأي مجموعة ويبدأ في التنفيذ. أعتقد أنه يعني هما كلاهما نفس الأهمية، يعني يجب أننا فعلا نؤسس المنظومات غير الربحية بشكلها الصحيح، ولو بدأت من الصفر بتنظيم جيد سيكون مردودها أعلى، ستكون فائدتها أعلى. خليني أقول لك معلومة دكتور، يعني أنا عملت حقيقة مجموعة من القطاعات غير الربحية. المجتمع السعودي مجتمع معطاء، لا تجد الحقيقة مشكلة كبيرة جدا في العطاء، في أنه الناس يعني تتكفل بالدعم لأي مشروع خيري. مشكلتنا تكون أحيانا في الطريقة اللي إحنا ناخذ فيها هذا العطاء ونوصله للمحتاجين، فهنا التحدي اللي أعتقد مفروض أنه نبذل فيه الغالي والنفيس. اسمح لي دكتور، هذا السؤال ورد يعني لأن لسة اليوتيوب، يقول لك الدكتور خالد كيف يفرق ما بين الترويج وما بين التسويق وصناعة السمعة والصورة الذهنية؟ يعني هذه المصطلحات يقول يعني كيف الدكتور خالد يساعدنا فيها، شخص جمع ما بين الخبرة. ما نبي نطلع كبير للتسويق، لأنه إذا دخلنا في التسويق، أنا بذاتي من الناس اللي إذا تكلمت في التسويق يعني سيكون من الصعب أن أقف. لكن باختصار الترويج هو جزء من التسويق، الترويج هو عنصر من عناصر التسويق، بناء الصورة الذهنية هي جزء من التسويق، التسويق هي المظلة الرئيسية. طبعا في مدرستين ما أبغى أدخل فيها في مسألة أن الاستراتيجية التسويقية يكون من ضمنها بناء الصورة الذهنية، وفي كثير من المدارس أو بعض المدارس الحديثة على الأقل تعتبر بناء العلامة التجارية هي المظلة ويكون تحتها الاستراتيجية التسويق. لكن لا نلخبطكم، باختصار التسويق هي المظلة اللي كل ما ذكر السائل تدخل تحتها، لكن الربط بينها وكيف عملية يعني تسلسل العمل في بناء الاستراتيجية والصورة الذهنية تحتاج الحقيقة إلى يعني فترة أطول لتحريرها ويعني الوصول لطريقة الصحيحة لعملها. دكتور، نحن الآن في وقت جائحة، عسى الله جل وعلا يرفعها عن المسلمين وعننا خاصة، هل هذه الأوقات لها تسويق خاص؟ ما هو هذا التسويق إذا وجد هذا التسويق الخاص؟ كل حدث أو كل متغير في السوق يحتاج إلى تفاعل من التسويق أو من السوق أو من المنظمة. السوق طبيعة متغير، فأنت يجب أن تكون متغير. كما يقال الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة هو التغير، فبالتالي يجب أن تكون جاهز لهذا التغيير. أخذ الأمور على أنها ثوابت هذا أول خطوات الفشل. دائما يجب أن تكون جاهز، وإحنا في عندنا في علم التسويق العلم اللي هو يسمونه السيناريوز، يعني أكثر من سيناريو تتوقعه وتبدي عليه خطط وتكون جاهز. عادة أعتقد الطبيعي في جانحة من هذا النوع، ما أعتقد الناس كانوا جاهزين لها لأنها حقيقة غير متوقعة، فبالتالي اللي بادر من البداية أول ما حصلت الأزمة وبدأ الحقيقة يجهز نفسه ويبحث الخيارات سيقلل المشكلة. طبعا أن تكون أو تلغي المشكلة بلا شك أنه هذا من الأمر المستحيل، إلا إذا كنت من القطاعات اللي استفادت، لأنه في بعض القطاعات يعني كانت في المكان الصح في وقت الأزمة واستفادت. لكن أتكلم على من تضرر، الدور كان ممكن أن تتجهز لتقليل الضرر أول ما حصلت المشكلة، فالتسويق له دور كبير جدا في هذه المشكلة. نعم جواب. يعني دكتور لو ناخذ النقاط شوي أكثر، يعني ما نبغى يعني نحط يعني أكثر النقاط على الحروف، لأن المشاهدين يقولون ترى حديث الدكتور أصبح عام، نبغى طيب. فعلا فيعني في هذه الجائحة ما الذي نقوم فيه في التسويق؟ يعني تعرف أنت العمل الخيري ذكرت في البداية دكتور أن تقول ما في جهات تؤهله، طيب دامنا الآن في الأزمة خلينا نساعد على إرشاده.
نشوف يعني وين النقاط اللي ممكن تقول الدكتور من مشاهداته، ما هي الأشياء اللي ممكن يركزوا عليها في هذه الأزمة ممكن يعني نخرج بالتسويق؟ طيب هل تسمح لي أن أحيلهم على دورة سويناها قبل في بداية الأزمة؟ جمعية التسويق سوت دورة في بداية الأزمة، وكان كانت 3 أيام، وأحد الليالي كنت أنا ضيف في هذه الدورة، وتكلمت بشكل تفصيلي عن الاستراتيجية التسويقية اللي ممكن يعني تفعلها في أزمة من هذا النوع. تكلمت بشكل تفصيلي حتى يعني زي ما قالوا عشان ما ندخل عموميات. فأقترح الحقيقة على الإخوة اللي معنا أنهم يروحون لجمعية التسويق لحساب الجمعية ويبحثون عن الرابط، سيجدون حقيقة تفصيل عن ما هي أو ما هي الأشياء اللي مفروض تعملها كمتخصص في التسويق في أزمة من هذا النوع. طيب هذا دكتور سؤال ورد يتكلم عن 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 الجهات المانحة ونظرة الدكتور لها وعن تخصصاته، وخاصة أن الدكتور الآن يرأس مجلس جهة مانحة. فيعني إحنا تو نتكلم عن الجهات تقريبا المنفذة، فلو اتجهنا الجهات المانحة نشوف هي كيف يتم عملية تسويقها وكيف تخصصاتها وكيف هي تعمل في الميدان. ممكن برضو إذا حب الدكتور يتحدث عن الماحة على الجهات المانحة العالمية، تفضل. نعم. طيب الجهات المانحة يجب أن تكون أيضا متخصصة. من أكبر العيوب في بعض الجهات المانحة أنها يعني تعمل في كل الاتجاهات. التخصص دائما يساعد على تحسين الأداء وعلى خدمة المجتمع بشكل أفضل، هذا النقطة رقم واحد، فأنا أنصح بالتخصص، هذا واحد. ثم بعد ما تتخصص وتطور استراتيجيتك على هذا التخصص، تبحث عن الجهات اللي ممكن تحقق أهداف الاستراتيجية. تجربتنا الحقيقة في السوق وجدنا بعض الإشكالات، يعني من ضمن الإشكالات اللي وجدناها أنه أن تجد مشاريع أو مبادرات محترفة تستطيع أن تدعمها وتجد أنها تحقق أهدافك، وجدنا تحدي. عشان كذا احنا في الاستراتيجية بعد ما عدلنا الاستراتيجية وضعنا من ضمن الاستراتيجية أن يكون لنا دور في تطوير مشاريع. احنا طبعا مؤسستنا متخصصة في الشباب، فاشتغلنا في سوينا حاضنات لتطوير مشاريع للشباب بحيث أنه أطور المشروع وأبحث عن جهة تنفذه وأدعمها، لأن أنا برضو ما أبغى أدخل كمؤسسة مانحة في التنفيذ، لأنه هذا أيضا من الأخطاء أنك أنت تكون مانح ومنفذ تضيع عملية الرقابة وعملية التقييم. فهذا من التحديات اللي وجدناها. النقطة الثانية وهذه نقطة ودي نركز عليها، عملية قياس الأثر. كل مؤسسة مانحة يجب أن تأخذ جانب قياس الأثر بشكل كبير. وعشان بس أوضح نقطة قياس الأثر، أنت لما تدفع ريال لازم تعرف هذا الريال كم قيمته مجتمعيا، يعني أو كم يعني كم تقيم الأثر اللي أنت فعلته بهذا الريال. إذا أنا حطيت ريال والأثر كان أكثر من ريال، معناته الريال كان في مكانه الصحيح. إذا كان الأثر أقل من ريال، فمعناته كان الريال وضع في مكان خاطئ ويجب أن أوقف هذا المشروع. طبعاً السؤال الآن كيف ممكن أقيس الأثر؟ قياس الأثر هو في جهات مستقلة، إحنا الحقيقة في المؤسسة نتعاون معها في كل مشروع نوقع عليه أو كل مبادرة نعملها، ليابد أن نوقع في نفس الوقت مع مؤسسة لقياس الأثر. وأي مشروع يكون الأثر فيه أقل من ريال نوقفه مباشرة، ما نستمر فيه، يعني نفذه المرة الأولى. طبعاً أنت ما تستطيع أنك تقيس إلا بعد ما ينتهي المشروع، فهي الأولى التجربة الأولى للمشروع إذا هو جديد ما في شك أنها تكون يعني تجربة، لكن بعد القياس هل أنفذ أكرر هذا المشروع أو أتوقف؟ القياس يساعدني. فهذه الحقيقة نقطة مهمة جدا، أبغى أعطي معلومة بس الحقيقة أنا لما قرأت عن القياس الأثر وجدت أنه أفضل مشروع تحقيق أثر كان في الهند للريال أو للدولار، خليني أقول أو أي عملة كانت، للروبية
تحصل على 12 ربية، يعني 12 ضعف الأثر اللي أنت حطيته، فهذا يعتبر رقم قياسي عالمي. فبالتالي كل ما زاد كل ما كان أفضل، كل ما نقص كل ما أقل. يعني لو صار عندي مشروعين واحد منهم قياس الأثر قال لي أنه يحقق لي ريالين، كل ريال ريالين، والثاني قال كل ريال ريال ونص، كلاهما جيد لكن أبو ريالين مفروض أنه يكون يعني أرغب أن أدعمه أكثر لأنه في منفعة للمجتمع أكثر. دكتور، قياس الأثر، يعني هل ممكن قياس الأثر للبرامج اللي أحيانا رعوية أو برامج أحيانا فيها جانب سعادة ما فيها جانب عائد اجتماعي، ما فيها يعني ما فيها يعني ما أدري كيف يتم، لأن يعني لو جينا مثلا الجهة مثلا دعوية هل ممكن يقاس في مثل هذه الأماكن الأثر؟ كل مشروع ممكن يقاس الأثر. قياس الأثر يعتمد على الفرضيات طبعا، ولازم نعترف أن الفرضيات هي يعني ليست دقيقة 100%، يعني ليست 1+1=2. الفرضيات يعني تبنى على التوقع، لكن كل مشروع تقوم به يمكن أن تقيس الأثر. يعني أعطيك مثال، لو أنت سويت مشروع في حي من الأحياء، هذا المشروع هو أنك تجيب الشباب أو الأطفال في الحي وتجعلهم مثلا يمارسوا رياضة معينة، كيف نقيس الأثر؟ ممكن أقيس الأثر من قلة المشاكل اللي تصير في الحارة مثلا أو في الحي، ممكن قلة مثلا السرعة بالسيارات أو الحوادث السيارات، لأن أنا جبت الشباب وطلعتهم من الشارع وخليتهم يمارسون رياضة مفيدة وخليت طاقتهم تروح في شيء مفيد، فكل ما عدا ذلك من سلبيات يعتبر من الأثر. فلما تيجي تقيس الأثر ستقيس إيش الأشياء الخاطئة اللي كان ممكن تصير لو أنه هذا الشخص ما عمل الشيء الجيد. فلذلك كل شيء تقوم فيه يمكن أن تقيس الأثر له. تكلم يا دكتور، ندخل على موضوع ثاني شوي، يعني وهو قريب من موضوعنا وقياس الأثر، اللي هو جانب الاستثمار. يعني يقولون الاستثمار في القطاع غير ربحي، استثمار تقليدي واستثمار اجتماعي. ودنا الدكتور يعطينا شوي يعني تعريف للفرق ما بين استثمار تقليدي واجتماعي، وما هو الأنسب للقطاع غير الربحي، هل هو يدخل في أو يدخل في الاثنين مع بعض؟ تفضل دكتور. أنت عفوا قصدك الاستثمار لصالح الجهات الخيرية، يعني يكون عندي مال وأستثمرها كعائد، هذا قصدك من السؤال؟ يعني هم يقولوا أن الاستثمارات في الجهات الخيرية شكلين، شكل استثمار تقليدي وشكل استثمار اجتماعي. يعني أي صحيح، أنا أعتقد أنه إذا كان قصدك أنه الأموال اللي موجودة في الجهات الخيرية كيف استثمارها، أو أنه استثمارها عادة يكون بشكل تقليدي، أنا أقول الكلام صحيح. والسبب ماذا؟ السبب لأن كثير من القائمين بهذه الجهات غير محترفين. يعني أنت تعطيني مال وتقول لي استثمر وأنا ما عندي خبرة في الاستثمار، فكيف تحتاج أنه يعني كيف تتوقع مني العمل؟ لذلك الجهات الغير الربحية يجب أن يكون إذا كان أموالها كبيرة يجب أن يكون لديها إدارة استثمار داخل الجهة، إذا كانت لا صغيرة ومحدودة لابد أن تستعين بجهات مختصة تساعدها على استثمار. والحقيقة أيضا من تجربة وجدت الحقيقة في كثير من المحترفين في السوق اللي هم على استعداد تقديم الخدمة بشكل مجاني ما دام أنه الجهة غير ربحية، فبالتالي أني أنا شخص غير مختص وأروح أخذ أموال الجمعية وأستثمرها بشكل يعني غير منطقي أو غير يعني أو لا يحصل لي عائد جيد، الأفضل أني أستعين بإنسان محترف وأخليه يحقق لي العائد الصحيح حتى أخدم الجمعية بشكل أفضل. دكتور، الآن موضوع القروض وأخذ قروض للاستثمارات مثل ما نسميه احنا المشاريع متناهية الصغر والاستثمار الجريء وفي العمل الخيري، هل هذا مستقبل قادم؟ أعتقد احنا يبينا نعيد النظر في الشكل العام للعمل غير الربحي ونطلع من جو الرعوية صح التعبير ونركز على بناء الإنسان وتنميته. كل شخص أخرجه من الجو الرعوي
وأنه ينتظر كل سنة أو كل شهر مبلغ من المال حتى يعيش، و يعني أدخله في منطقة أنه يكون شخص مستقل ويستطيع أن يعمل ويحقق عائد لنفسه ولأهله ولمجتمعه، ما في شك أنه هذا يعني عمل عظيم جدا. في هناك الحقيقة محاولات كثيرة في هذا الاتجاه، لكن لا زالت أقل من المتوقع ومن المأمول. طبعا أنا ما أتوقع من الشخص اللي مثلا عنده حاجة آنية نقول له لا والله وقف وهات الفلوس وخلي نروح نبني فيها إنسان. إذا حاجة عاجلة فهي عاجلة، يجب أن تقدر، لكن على المدى البعيد، على استراتيجيتنا البعيدة المدى، يجب أن نأخذ بالاعتبار أننا يجب أن نركز على بناء الإنسان وجعل الشخص مستقل. ومهم أيضا أننا نفكر في بناء الإنسان بطريقة بعيدا عن يعني ما يعني ما يكون فيها منا، يعني باللهجة العامية يكون يعني في نوع من الاحترام لإنسانية الشخص حتى يكون شخص مفيد وخادم للمجتمع. نرجع للمشاريع اللي تفضلت فيها، هذا الكلام الحين بشكل عام. بالشكل الخاص أعتقد أن دعم المشاريع متناهية الصغر هي من أفضل الاستثمارات ومن أفضل الأعمال اللي الحقيقة في كثير من الجهات بدأت بها، و يعني من الأشياء اللي تحقق على المدى البعيد تنمية اجتماعية حقيقية في المجتمع. دكتور، في القطاع الخاص نوعا ما يرحم المشاريع الصغيرة، وفي جهات ترعاهم، هيئات المنشآت المتوسطة والصغيرة، ويتحملون ويقولوا له ترى 80% من المشاريع تفشل ما عليك. هل هذه اللغة موجودة عندنا لما يجون يعملون في القطاع غير الربحي، يبدون في مشاريع الاستثمارية، ولا لازم مطلوب منا نربح وننجح 100%؟ يعني هذه اللغة يا دكتور، وهذا شوف أنا الحقيقة الحماية الزائدة. الحين طفلك لو أنت أخذته من الصغر وحميته حماية أكثر من الطبيعي لن يستطيع أن يعيش، فلازم نفكر بهذه الطريقة. يعني هي ليست جفاف ولكن واقع. الأب عندما يضغط على ابنه ويصحي الفجر عشان يصلي وبعدين يصحي عشان يروح المدرسة في الجو البارد وفي الجو الحار، ويضغط عليه حتى يكون يعني شخص منتج، هذا ليس جفافا وليس يعني شيء غير صحيح. احنا يجب ان نتعامل مع هذه الجهات بعطف، لكن عطف ايجابي. يعني ما هو عطف يخليه غير مستقل او ما يخليني لما ارفع عنه الحماية اسقط. لذلك يجب اننا دائما عندما نشجع ونحفز الشباب والفتيات على ان يبداوا عمل خاص بهم، لازم يعني نعرفهم وش اللي حاصل قدام. انا يعني بعطيك مثال في الحقيقه شغلتين انادي بها دائما لاي شخص يبدا عمل جديد. الاول صفات الشخص، لانه ترى على فكره لازم نفهم انه مو كل انسان مهيئ ان يكون شخص نسميها باللغه الاداريه مبادر. هذا يعني تعرف دراسات العلمية وش تقول في العالم ككل، نسبة الأشخاص المهيئين أن يكونوا أصحاب مشاريع لا يزيد عن 10% في كل مجتمع في العالم، ما بين 5-10%. هذه دراسات علمية. فالطبيعي أن يكون عندك 10% فقط هم يستطيعون أن يبدأوا مشاريع. فبالتالي هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين، الفكرة نفسها يجب أن تمر خلال فرز وناس مختصين يساعدون الشخص أنه يتأكدون الفكرة صحيحة، مو زي ما قلت قبل شوي أنت أنه نراعيها وما أعرف إيش. لا، هي الفكرة بذاتها مستقلة وتستطيع أن تنجح. إذا حققنا هالشرطين صار ممكن أننا نقول للشخص توكل على الله وابدأ مشروعك. ما أبغى أدعم وبعدين يأخذ الفلوس هو ويقعد يبذل مسكين سنة وسنتين من عمره في هذا المشروع، وبعد سنتين يكتشف إما أن الفكرة ليست فكرة عملية أو أنه هو الشخص ليس الشخص المناسب
لأن يكون صاحب مشروع. فهذا أعتقد مهم جداً يتم قبل دعم أي من المشاريع. دكتور، هذه الشرطين من اللي يحققهم لهم؟ يعني نحن الآن على الواقع، يعني لما يجوا أشخاص أنا بعطيه قرض 100,000 50,000 5,000 أيا كان شكلها، من اللي يحقق هذين الشرطين؟ اللي يحققها بالنسبة للصفات أيضا علميا هناك 11 صفة علمية موجودة في المدونات، وكتبتها أنا الحقيقة في كتاب تحويل الفكرة إلى فرصة. الكتاب موجود بشكل مجاني، ممكن تحميله من موقع الشخصي وفي عدة أماكن. المهم، فهذا الكتاب موجود فيه ال 11 صفة اللي يجب أن تكون موجودة في الشخص حتى يكون شخص مهيأ أن يبدأ مشروع. هذا واحد. أما بالنسبة للفكرة نفسها فباختصار هي جواب لماذا هذا المشروع موجود. يعني هذا المشروع إذا لم يضف شيء جديد فإنه سيفشل باختصار، نسميها الميزة النسبية. إذا هو موجود تكملة عدد أو شبيه لما هو موجود أو لا يضيف للسوق فإنه سيفشل. فبالتالي يجب أن نتأكد أنه هذه الفكرة اللي جابها الشخص وعرضها فعلا هي فكرة يعني لها سوق، لها احتياج. فبالتالي عندما يعني تعمل بشكل صحيح ستجد لها قبول في السوق. دكتور، أيضا موجودة في الكتاب المعلومة عن الفكرة هذه أو قياس الفكرة. دكتور، بالنسبة للأسرة المنتجة ورؤيك فيها في السوق، يعني ودي تصف لي هذا السوق بأكمل، يعني سوق الأسرة المنتجة، ما هي نظرة الدكتور له؟ طيب، من الأشياء المزعجة بين قوسين في عمل الغير ربحي تغليب العاطفة. احنا احيانا عاطفتنا تغلبنا في التعامل مع هذه المشاريع. الفكرة كفكرة رائعة جدا، وفكرة العمل من المنزل هذه فكرة عالمية، يعني كثير من الدول يعني تجد فيها عدد كبير جدا من الأسر تعيش بهذه الطريقة، أن كلها مشاريع داخل المنزل وتخدم المجتمع. فالفكرة جميلة، نحتاج بس في مسألة التطبيق أن نتأكد مثل ما قلت قبل شوي أننا هذه الأفكار قابلة للاستمرار، لأنه أنا في خطورة من أنه أخلي الشخص يحط جهده وطاقته وشوية فلوس من جيبه وبعدين يجد أنه بعد سنة سنتين أنه يعني ما استفاد. احنا هدفنا انه يستمر، هدفنا انه الشخص هذا عندما يبدا يستمر، وقد يكون يعني يبدا من بيته زي ما حصل مع كثير من المشاريع العالميه وبعدين يدخل السوق ويكون له يعني تواجد ويكون له يعني اضافه. فبالتالي الفكره نفسها جميله رائعه مهمه يجب ان تستمر، نحتاج بس اننا نطور قدراتنا على صقل هذه الافكار ودراستها بشكل افضل ونعطي النصيحة الصحيحة، نبتعد شوي عن العاطفة ونعطي النصيحة الصحيحة لهذا الشخص أن يستمر أو لا يستمر أو يبدأ أو لا يبدأ. هذا السؤال تكرر عندي، يسألون عن جانب التسويق، هل الدكتور له توجه أنه يوطن التسويق في القطاع غير الربحي، خاصة أنه يعمل في جهة مانحة وقريب يعني نوعا ما من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، هل هذا الدكتور ممكن يساعد في توطين مسار التسويق؟ نعم، طبعا أنا ما راح أتكلم على المؤسسة، راح أتكلم عن جمعية التسويق. جمعية التسويق جمعية حديثة لها الآن تقريبا سنة ونص فقط نشأت، ومن أهم أهدافها هو نشر ثقافة التسويق وأيضا توطين علم التسويق. يعني من أهم المشاريع اللي سويناها مشروع يوم التسويق، جائزة رواد التسويق، ملتقى التسويق. في الفترة الأزمة اشتغلنا في ديوانية التسويق، عندنا ديوانية كل ثلاثاء، بكرة أيضا عندنا ديوانية الساعة 10 مساء. فالحقيقة ولنا الحقيقة قاعدين نشتغل في مشروع لكنه قاعد يطبخ الآن في مسألة توطين الوظائف داخل المملكة العربية السعودية. تذكر لما قلت في البداية إنه سألتني سؤال في البداية عن تطبيق التسويق ما بين الجامعات والسوق، احنا هالنص هذا نبغى نسويه. المهارات هذه الجمعية
راح تشتغل على مسألة المهارات. طالب والطالبة لما تتخرج بدل ما أني أخذهم وأرميهم مباشرة في السوق قد يجدون معاناة في الوصول أو في فهم اللي حاصل في السوق، إحنا بنسوي لهم هالمهارات هذه، نبغى نطورهم بشهادات موثقة من جهات الاختصاص، بحيث أنه الشخص يكون دخل السوق أكثر استعداداً وأكثر جاهزية. ففي الحقيقة مشروع كبير قاعدين نشتغل عليه، إن شاء الله بإذن الله خلال شهر بالكثير شهرين سيتم إطلاق المشروع. دكتور، هذا السؤال يسأل يقول جمعية التسويق هل ممكن تساعدنا في الأزمة الآن، تعطينا بعض النقاط بعض الأشياء يعني في هذا الوقت؟ يعني ما شاء الله أنتم لكم ديوانيات، بس يقول نبغى جانب مهاري، يعني زي ما تقول تشيك ليست كذا، يعني شيك هل هذا ماشي، هل هذا في وقت الأزمة بالذات، يقول ما في مجال للتفكير ما في. طيب احنا سوينا من بدت الأزمة واحنا اشتغلنا بشكل مكثف في الجمعية، انصح الحقيقة السائل او السائلة يروح يدخل يتابع حساب الجمعية في تويتر، فيها كل ما حصل يعني موجود مسجل وكل ما سيحصل بإذن الله. حاولنا الحقيقة في الأزمة نشوف إيش الاحتياجات الفعلية اللي هي ممكن نستطيع أن نساعد فيها من ناحية علم ومعرفة، ساعد اللي يعني محتاجين بعض المعرفة في التسويق. وأضيف إذا كان في شيء، يعني إذا شافوا اللي موجود وفي شيء وجدوا غير موجود، يعني لا يمنع أنه يرسلونا على الحساب في التويتر يقولونا والله إحنا في الشغلة الفلانية غير موجودة، أنا أوعدهم الآن أنه الديوانية القادمة تكون متخصصة في الاحتياج اللي هم يحددونه إذا ما كان موجود بالديوانات السابقة. جميل دكتور. هذا يعني جانب تقريبا التسويق سكة، يعني غطينا جانب جيد فيها، بس الجانب شخصي أقرب ما يكون الدكتور فيها هو جانب الرياضي. صراحة لفت انتباهي واهتمامكم بالجانب الرياضي ومشاركاتكم في الماراثونات، فكيف يا دكتور، هل هذه المشاركات جانب شخصية ولا هي جانب تسويق ولا ما لا؟ والله يعني قصتي مع الرياضة قصة طويلة جدا. أنا أعتقد أنه التوازن في الشخصية مهم، التكامل مهم. يعني أنا ضد أنك تعمل 24 ساعة، طبعا ضد أنك تعمل رياضة 24 ساعة أكيد. فبالتالي يجب أن يكون يعني ولبدنك عليك حق، يجب أن يكون اهتمامك في بدنك مهم. وطبعا الرياضة هي ما هي فقط محافظة على الصحة، هي محافظة على الصحة، هي طرد للشحنات السلبية، هي رفع للروح المعنوية. الحقيقة يعني أنا الحمد لله أمارس الرياضة بشكل يومي، يعني حتى في هذه الفترة في الحجر يعني أنا وزني نزل الحمد لله بشكل، لأن الناس يشتكون من الوزن، بس لأني أمارس الرياضة بشكل يومي فمحافظة الحقيقة بشكل مهم. فأنا بالنسبة للرياضة يعني عادة لما أحط تعليقات على الماراثون، في كل سنة أشارك في الماراثون وأكتب وأحط صورة من الماراثون وأكتب الرياضة أسلوب حياة. أنا أعتقد الرياضة يجب أن تكون أسلوب حياة، ولا يجب أنك تعمل الرياضة كواجب أو أنك تقول والله أنا أبغى أعمل الرياضة عشان تكون صحتي كويسة. لا، يجب أن تجعلها جزء مهم من تركيبتك من شخصيتك حتى تستمتع بها، لأنه الرياضة إذا ما استمتعت بها ستتوقف. فالمتعة جزء مهم من الرياضة. دكتور، هذا السؤال مو شرط الماراثون، يعني ممكن تستمتع بأي شيء ثاني. الله يعافيك يا رب ويطيل عمرك على صحة وعافية. دكتور، هذا السؤال ورد يعني عن والدكم الكريم، هل أثر عليك في جانب التسويق الشيخ سليمان الراجحي؟ والله الوالد الله يحفظه أثر علي بأشياء كثيرة مو بس بالتسويق. يعني أنا عملت مع الوالد طبعا فترة طويلة جدا، وبلا شك إن هو يعني هو طبعا من يعني أحيانا الواحد يتحرج من الحديث عن والده، لأنه العلاقة أحيانا تجعل الشخص يعني يشعر بالحرج. لكن يعني مدام السؤال جاء بهذا الاتجاه، أعتقد أنه يعني هي مدرسة إدارية استفدت منها كثير. يعني عندما تخرج من الإطار العلمي الأكاديمي وتقابل شخص وتعمل مع شخص تعلم الإدارة، يعني تعلما، يعني لم يدرس الإدارة مطلقا لكن تعلمها بالاجتهاد وبالجد، وكيف قدر يطور نفسه
ويرفع من قدراته الذاتية داخل السوق، ما في شك أنها مدرسة كان الحقيقة ارتباطي فيها له تأثير كبير جدا، ليس على التسويق فقط أو في التسويق فقط، لكن بمجمل على فكرة موضوع إدارة الوقت هذه من الأشياء الحقيقة اللي هو يعني تعلمتها منه بشكل خاص، لأنه دقيق جدا في مواعيده، حريص جدا على يعني دائما يكون في الموعد، فهذه الحقيقة من الأشياء اللي استفدتها منه. الله يعطيك العافية دكتور. دكتور أبغى منك ثلاث توصيات قبل ما نختم، توصية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتوصية للعاملين في القطاع غير الربحي، وتوصية لرجال وسيدات الأعمال. خذ راحتك بالوصية التي تريد. طيب نبدأ بالوزارة. أنا الحقيقة توصيتي للوزارة أنه يجب فعلا أن تعمل الوزارة على رفع مستوى الأداء في القطاع غير الربحي، ويتم تطويره بشكل يجعل العمل فيه مرغوب، يعني لازم يكون في بيئة جاذبة في هذا القطاع، ويجب أن يكون هناك تطوير لوسائل الإدارة داخل هذه الجمعيات. من الأشياء المهمة اللي أعتقد الوزارة لازم تعملها هي الاستفادة من الخبرات. عندنا الحقيقة كثير من الخبرات، دولة استثمرت فيهم مبالغ كبيرة جدا وتقاعدوا في مجالات كثيرة جدا. أعتقد الاستفادة من هذه الخبرات في مجالس الإدارة في الجهات غير الربحية أعتقد أمر مهم جدا. فهذه رسالتي للوزارة. الرسالة الثانية للعاملين في القطاع غير الربحي. العاملين في القطاع الغير ربحي، العاملين في القطاع الغير ربحي اولا يجب ان تستحضر النية. هذا العمل طبعا انا ترى على فكرة انا حتى العمل الخاص ارى انه استحضار النية واجب وفي اجر، يعني لكن يبقى الاجر في العمل غير الربحي بلا شك انه اكثر. الاستمتاع في تقديم الخدمة في العمل غير الربحي يجب أن يكون حاضر، لأن إذا عملنا العمل بمتعة وبرغبة أن يكون لنا دور إيجابي في المجتمع سيكون أداءنا أفضل، سيكون يعني تأثيرنا على المجتمع أفضل. فالحقيقة أنصح العاملين أن يستحضروا النية وأن يستمتعوا بالعمل وأن يطوروا من مهاراتهم، يعني لا تشعر أن هناك عدم تحدي فبالتالي ما طور نفسي. يجب أنك تلجأ لجهات تطور فيها أدائك ويكون هاجسك أنك كيف يكون لك دور في تطوير الأداء في هذه الجهات. بالنسبة لرجال وسيدات الأعمال، كما اجتهدت كثيرا ورفعت من مستوى أداء مؤسساتكم وشركاتكم، عليكم دور كبير جدا في رفع مستوى وأداء القطاع الغير ربحي. أنصح كل رجل أعمال وسيدة أعمال أن يكون له إذا استطاع أن يتبنى جمعية من الجمعيات، يتبناها ليس في المال فقط، المال مهم وأساسي، لكن يتبناها كتطوير لأدائها، تطوير لأسلوب العمل بها. أعتقد إذا استطعنا أنه نتبنى مجموعة من طبعاً بالتنسيق أكيد مع الجهات المختصة سيكون لنا أثر كبير جداً، ونحول كثير من هذه الجهات من جهات رعوية إلى جهات تنموية. دكتور هذه مساحة حرة لك، تفضل. أولاً طبعاً أكرر شكري لكم على هذه الدعوة، استمتعت الحقيقة في الحديث معك دكتور، أسئلة جميلة جداً وشيقة، وأتمنى أن أكون يعني ضيف خفيف عليكم وعلى الأخوة اللي معنا مشاركينا، وأتمنى أكون قلت شيء مفيد في هذه الليلة المباركة، وتحياتي للجميع. الله يعطيك العافية. شكرا دكتور. احنا وصلتنا عشرات الأسئلة وهي مرتبطة بالتسويق، لذلك ما عرضتها، إن شاء الله نرسلها لكم في جمعية التسويق كما وعدتنا إن شاء الله، أننا نستفيد من هذا التفاعل الكبير. شكرا يا دكتور، لقاء جميل ورائع. شكرا غزارة الاستشارات، شكرا لجميع الضيوف، وأعتذر منكم لعدم عرض الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تصبحون على خير. السلام.